إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الالتهابات الجرثومية. في الالتهابات الجرثومية من الضروري الاهتمام بالنظافة الضرورية، وإصاب بعض الناس بالالتهابات الجرثومية في الجهاز الهضمي، هي غالبا يعني نتيجة العناية السيئة بالنظافة الصحية عند إعداد الطعام. وإذا كان الجهاز الهضمي يحتوي العديد من الجراثيم غير المؤذية، إلا أن يعني تكاثر هذه الجراثيم لأسباب خارجية يعني كالخضار الملوثة والمياه غير النظيفة يؤدي إلى عوارض شبيهة بعوارض التسمم، وهي الإسهال والتقيؤ مع يعني توعك بشكل عام في الجسم. وأيضا ننصح باستشارة الطبيب مجرد ما يتم ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، هذا مؤشر كبير جدا على أن الجسم في خطر، ومن المهم أخذ العلاج. وأيضا من الضروري عدم حصول جفاف في الجسم وأخذ بعض العلاجات المهمة، ليتم يعني بعض السوائل، فقدان السوائل يتسبب أضرار كبيرة جدا في الجسم ناتجة عن التقيؤ وبعض الأعراض التي تكون بسبب التهابات جرثومية. وننصح باستشارة الطبيب المتخصص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.